عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، وتم التطرق والبحث بعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. كما تعهد السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق الحوار الوطني المصري عام 2022. رداً على التصريحات الإثيوبية عن إمكانية حل سد النهضة لأزمة الكهرباء في مصر وقدرة السد على توفير الطاقة اللازمة لكل الدول المجاورة، كشف الخبير المصري عباس شراقي عدم صحة تلك المزاعم، مؤكداً أن السد فشل في توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من الأساس، بحيث أن قدرة المحطة الواحدة من محطات الكهرباء المصرية تبلغ نحو 4800 ميجاوات، وبالتالي فكل محطة تعادل في إنتاجها سد النهضة في حال التشغيل الكامل التي تبلغ حوالي 5150 ميجاوات. أعلن الجيش السوداني إلقاء القبض على مقاتلين من دولتي تشاد وجنوب السودان ضمن قوات الدعم السريع غربي العاصمة الخرطوم، تم تجنيدهم وخداعهم من قبل الدعم السريع بالوعود المالية، مؤكداً تقديم هؤلاء المقاتلين إلى محاكمات عادلة حسب القوانين الدولية. عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، وتم التطرق والبحث بعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكد البيان السعودي الصومالي الصادر عقب اللقاء حرص السعودية على سيادة الصومال على كامل أراضيها وضرورة الالتزام بحسن الجوار وتجنيب المنطقة التوتر والنزاعات.